طبعا عشان نجرب قبل ما نجرب، خد بالك لما اقول له ستيتمنت ست طلع هنا على علامه ايرور كده، لما نيجي نشوف قال لي خد بالك ممكن تطلع ايرور وانت بتعمل ست، فلازم تحطها ما بين تراي كاتش، لازم تحطها ما بين تراي كاتش. وانت بتحط الجمل بتحط هنا، ممكن تميز مثلا ست انت، تخيل اديله 9 فبقول له حط في رقم 9 15، فيمشي يقول لك ايه ده 1 2 3 فين 9 دي؟ صح؟ فممكن يضرب، ممكن يطلع ايرور بسبب ان انت غلطت غلطه ما هنا في الكود. تمام؟ ولذلك قال لي يا ريت يبقى يا ريت دول يتحطوا ما بين تراي كاتش، لان هم وارد ان هم يطلعوا اخطاء. فقلت له طيب ماشي، ممكن تحطهم لي في تراي كاتش؟ عملت كده؟ لا مش عايز كده، خلاص انا هعملها يروي تراي الجزء ده كله، حاول تنفذه وادي الكاتش بتاعي صح. طبعا هو برضه الكاتش اس كيو ال اكسبشن، طبعا اشوف بقى لو انا لو حصل ايرور هنا هعمل ايه؟ تمام؟ انا لو حصل ايرور هنا هعمل ايه؟ انا مش عارف انا هعمل ايه؟ خليها دلوقتي. لان طبعا دي تيست بس، مجرد ان انا بس بقول لو حصل ايرور عديها، لان كده كده الاسيرت هتضرب هتقول لي ان ما اشتغلتش. كده كده الاسيرت هتقول لي ما اشتغلتش الاخر، لان مش هترجع واحد. لو حصل لو القيم دي ما لو ما ضفتش الواحد ال 15 والسكيورتي والديسكربشن والكلام ده كله، فبالطبيعي ان مش الداتابيز هتقول لك ضفت ازاي؟ ضفت ايه؟ ضفت الهوا؟ مش هينفع. وبالتالي مش هيرجع واحد، فبالتالي انا هبقى عارف ان في ايرور. لكن كده اهو جهزت جمله اس كيو ال، ناديت على البريبير، شفت البيانات، نفذت الاربع خطوات. تعالوا بينا نتست الجمله دي، تعالوا بينا نتست الجمله دي شغاله معانا ولا فيها مشكله. طبعا لازم تكون لازم تكون فاتح الداتابيز عند عشان هتنفذ على الداتابيز الامر ده. بسم الله كده ونقول له رن التستات دي. ما عندناش في الداتابيز حاجه اسمها اوبسكيورتي، هنشوف ولا رقم 15. نشوف هيتضاف ولا لا. طبعا لو رجعنا للداتابيز بتاعتنا هنا الارتكل كلاس، او قلت له سلكت كلاس، هنجيب لي البيانات الارتكل كلاس سلكت فروم سيف فروم فروم الارتكل كلاس. لاحظوا طبعا التست قال لي وان باس يعني عدى، ولما ارجع هنا اهو قال لي بص في رقم واحد في رقم اثنين وفي رقم 15 اهو، شايفين؟ ويب سكيورتي ونود ديسكريبشن، شايفينه ولا مش شايفينه؟ تمام يا دكتور. الضغط معناها ان الجمله مش سليمه، وهنا قال لي ان التست باست عدى وعمل عليها ما عملش عليها صح. ماشي مش مهم، بس هو عامل هنا صح ايه؟ التست باست وعدى وتمام والضغط جوه الداتابيز، نفس الفكره دي كده كابي بيست، هي لازم تكون في دماغك. عايز اعدل فيها صغيره حته صغيره خالص خالص. كده كده لازم افتح الكونكشن صح؟ تمام. طب ايه رايكم بدل ما كل مره اما اجي اكتب الكود ده لازم افتح الكونكشن هنا، ما تيجي نكتبه جوه البريبير ستيتمنت؟ يعني كده كده البريبير ستيتمنت لازم قبلها يفتح الداتابيز، يعني عمر ما هقول له نفذ امر غير لما يكون الداتابيز ايه؟ مفتوح. مفتوح. صح، ما ينفعش انفذ امر والداتابيز مقفوله. ما ينفعش انفذ امر والداتابيز ايه؟ مقفوله. مقفوله. ومفترض كمان ان انا بعد ما انفذ واقول له اكزكيوت كده، مفترض ان انا اقفل الداتابيز ورايا. خلاص كنت فتحت الو اعمل لي كذا، عمل شكرا اقفل. المفروض اقفل كمان صح؟ فانا اعمل ايه؟ الاو دي بي اوبن كونكشن دي بس انا عايز اخليها جوه البريبير ستيتمنت، يعني تتنفذ اول حاجه. يعني لو رحت كده على الكود بتاعي فبدل ما اقول له على طول نفذ الجمله، هقول له بس ايه؟
اوبن الكونكشن خلاص. فبقت ايه؟ قبل ما يقول له نفذ الجمله افتح الداتابيز. اما عمل كونكشن اقول له بقى نفذ الجمله خلاص. يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هختصرها من هنا، شلتها بس من هنا، وفرتها، وفرت السطر ده، وفرت السطر ده. ليه؟ لانه كده كل مره هيتكتب، فانا اكتبه جوه الفانكشن وخلاص. ما كده كده عمري ما اعرف بريفير غير لما افتح الداتابيز الاول عشان اقول لها بريفير اللي فاتت. فهمت اللقطه دي؟ وصلت الحته دي؟ دكتور الصوت الصوت راح خالص. انا عارف ان الصوت راح. هو قال لي الراجل بنبر. تاني بقول انا وفرت سطر واحد بس، انا كده كده لازم افتح الكونكشن قبل ما انفذ الامر. فقلت بدل ما كل مره نكتب افتح الكونكشن وانسى مره وما انساش مره، طب ما انا اصلا اثبتها. لان انا عمري ما اقدر اقول له بريفيل الستمنت غير ما افتح الكونكشن، فافتح الكونكشن واقول له بريفيل الستمنت، وابقى وفرت على نفسي ان انا كل مره وانا بعمل انسيرت اقول له اوبن البتاع، خلاص هي اوبن على طول. هل كده فيها مشكله؟ طيب ما انا برضو المفروض بعد ما انفذ اقفل الكونكشن. يعني المفروض ان انا بعد ما انفذ هنا الاكسكيوت فين؟ ادي الاكسكيوت اهي. صح؟ المفروض ان هو نفذ وكله تمام، انا المفروض ان انا اقفل الكونكشن. المفروض في الاخر اقفل الكونكشن بتاعي، فانا ممكن اقول له فاينلي احنا اتعلمناها. يعني تراي اهي، كاتش اهي، وفاينلي كده 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 هتروح على الكونكشن تقول له ايه؟ تقول له كلوز، صح؟ او تنادي على الفانكشن احنا كنا عاملينها لو فاكرينها، احنا كنا عاملين فانكشن اسمها كلوز الكونكشن، صح ولا لا؟ بقى ايه؟ نفذ الامر ولو في ايرور رجع سالك واحد، وفي النهايه كده كده اقفل الايه؟ كده كده اقفل الكونكشن. لان كده كده بعد ما تنفذ سواء اتنفذت او طلعت ايرور كده كده انا محتاج انك تقفل الايه؟ تقفل الكونكشن بتاعك. صح؟ يبقى احنا حسنا الكود بتاعنا بس. فانا هنفتح اوتوماتيك ونقفل في الاخر اوتوماتيك عشان ما ايه؟ ما يحصلش معانا اي مشكله. ماشي يا شباب؟ يبقى الاد ارتكل اشتغلت. بس احنا قلنا على فكره ان الكود اللي احنا عاملينه ده، ان انا كده بص خد بالكم كده الكود بقى بالظبط ملخص زي ما احنا عاملين. كريت الاسكول ستمنت اهي، بريفير الستمنت اهي، سطر اد فاليوز دي طبعا على حسب الفاليوز بقى، هم القيمتين هم ثلاثه هم 10 هم دول ثلاث اسطر بتوع الاضافه، اضافه مره للرقم مره للتايتل مره للديسكربشن. بعد كده نفذ الاسكول ستمنت اهو، نفذ بقى الاربع خطوات على طول، اسكيول ابريفير الجمل القيم التنفيذ. احنا قلنا ان اللعبه دي هتقدر تتم للابديت، هتقدر تتم للديليت، صح؟ هي هياها، مظبوط يا شباب؟ طب لو انا جيت عملت رن تاني للاد ارتكل داتا دي، ايه اللي المفروض يحصل؟ اللي المفروض يحصل ممكن واحد يقول لي المفروض يطلع ايرور، اقول له ليه؟ اقول له عشان الرقم البرايمري هيتكرر، برايمري هيتكرر. اقول له ده على حسب انت اعمل كده ولا لا. طبعا احنا كده كده اي حاجه تنزل بحاجه اسمها الار اي دي ليها رقم مميز لوحديها، لكن هل لو احنا عاملين الاي دي ده يونيك ما ينفعش يتكرر يبقى هيضرب. لو احنا مش عاملين كده هيضيفه جديد بس برقم ار اي دي جديد. يعني لو انا رحت على السكيما وادي الارتكل كلاس، ادي الاي دي اهو انتجر، تمام؟ لو مشيت معاه كده هلاقي ان احنا مش عاملين له، مش فاكر والله احنا عاملين له يونيك ولا مش عاملين له يونيك، مش عاملين له ان هو ما يتكررش، مش عاملين كده. وبالتالي ما فيش مشكله ان هو يتكرر لانه هياخد رقم جديد، هياخد رقم جديد هنا اللي هو رقم الار اي دي جديد. طب تعال نجرب، جاي هنا قال له يلا تستلي تاني.
طبعا البيانات ثابته زي ما هي. قال التست باسد عدى وكله تمام، يعني راح ضافه عادي بس برقم جديد. تعال اتاكد. لو قلت له سيلكت فروم ارتكل كلاس تاني عشان نشوف البيانات الجديده، لانها والله نفس الرقم 15 هو شايفين ضاف مرتين صح؟ اوبسكيورت اوبسكيورت صح؟ اه بس مره 47 على 1 ومره 46 على 1. خدنا بالنا؟ مره 46 على 1 مره 47 على 1، يعني الرقم بتاعه الار اي دي مميز. لكن احنا عشان ما كناش عاملين الار دي ده مميز ما مش مشكله. خدنا بالنا؟ فضاف. طيب كده مفيش مشكله. كده كله تمام؟ احنا محتاجين نعمل ايه؟ نجرب نفس الفكره للابديت او نجرب نفس الفكره للديليت ونشوف هل فعلا نفس الكود نافع معانا ولا محتاج تعديلات. ماشي بقى؟